بن بهج أنوار وأصولهم وفروعهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وإلى أرواح الحبيب عبد العزيز بن حبيب عبد الرحمن وإلى أرواح الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله وزوجته وإلى أرواح الحبيب جعفر بن عبد الرحمن البعبد وإلى أرواح حبيب عبد الرحمن بن مشايخ بن يحيى تدادب وإلى أرواح حبيب طه بن عبد العزيز بعبد وإلى أرواح حبيب أبو بكر بن عبد العزيز بعبد وإلى أرواح الحبيب عبد الرحمن بن ألوي الكاف panjunan wa ila arwahi Mbah Saleh Pendakerap wa ila arwahi Syekh Fakih Ibrahim Cipagar Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afanhum wa'usulihim wa'furu'ihim wa ila arwahi Mbah Haji Elak Sukaraos wa ila arwahi Nyai Haja Empo Bintam Mbah Haji Anwar wa ila arwahi Mama Ahmed bin Haji Ansori wa ila arwahi Nyai Siti Syarafah wa ila arwahi Nyai Siti Mutmainnah wa ila arwahi Nyai Sakir wa ila arwahi Bapak Misbah bin Mama Ahmed wa ila arwahi Bapak Abdullah bin Ahmad wa ila arwahi Mbah Haji Ghazali Ganeas wa ila arwahi Nyai Memoh Ganeas wa ila arwahi Mama Haji Amjad bin Mbah Haji Ghazali Ganeas wa usulihim wa buruihim wa ila arwahi Nyai Khulasoh Ganeas wa ila arwahi Bapak Ibna Buniasih wa ila arwahi Mbah Haji Qadir Buniasih wa ila arwahi Nyai Muti'ah bin Buniasih wa ila arwahi Bapak Emo bin Haji Sulaiman wa ila arwahi Bapak Usuf bin Mbah Haji Ghazali wa ila arwahi khususan lil khusus Al Habib Ali bin Muhammad bin Husain sahib Sinti Durar Al Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تعهده سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويؤذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا 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 واعف عنا واغفر لنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا ارحم الراحمين ارحمنا 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 يا ارحم الراحمين ورحمة الله وبركاته عليكم اهل البيت انه حميد مجيد
إنما يريد الله ليذهبكم رضا أهل البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد 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 اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات فنورها سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أدنى معلوماتك ومداد كلماتك كل ما ذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كشمس الضحى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أدنى معلوماتك ومداد كلماتك كل ما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كبدر الدجى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أدنى معلوماتك ومداد كلماتك كل ما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون سيدنا ورسول الله أجمعين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله 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 العظيم لي ولوالدي ولمشايخنا ولأدابي الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أفضل ذكري فاعلم أنه لا إله إلا الله حي لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله سبحان الله العظيم يا الله يا يا الله يا الله يا
الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أجمعين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد اللهم صل عليه بدرين في الكون أسرى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحي. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أفضل من بالذكاة حقا. يا ربي محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تحلى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وصل وسهل ما قد أول. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وفتح من الحير كل مخلى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب عزي. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي دعسى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. دعوة المصطفى
نور المصطفى ملا الأكوان ملا الأكوان صلى الله محمد نور المصطفى منبع الأكوان منبع الأكوان نور المصطفى روح الأكوان روح الأكوان نور المصطفى زير الأكوان زير الأكوان نور المصطفى نور المصطفى على الأكوان على الأكوان نور المصطفى هو المجذب صلى الله عليه في كل الأسماء نور المصطفى نور المصطفى زين الأنبياء السلام عليك يا حبيبي السلام عليك صلى الله محمد يا طبيبي السلام عليك مشافعي في قيامي السلام صلى الله على محمد مظللي بالغمام السلام عليك السلام بدي بقايا ditambah volumenya زينب يا علي
الكرامة السلام صلى الله على محمد صلى الله على محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرامه وإحسانه صلى الله عليه تعالى مجده عظم شانه خلق الخلق لحكمه وطاع عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أكدار القسمة صلى الله عليه فأرسل إليه مشرف خلقه وجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب
فما جل هذا المن الذي تقرم به المنان، وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان، صورة كاملة ظهر في هيكل محمود، فتعطرت بوجودها كناف الوجود وطرزت برد العالم ببراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. تجلى حق في عالم القدس الواسع، تجليا قضى بانتشار فضله في الكريم والشاسع صلى الله عليه. فله الحمد الذي لا تنحسر أفراده بالتعداد، ولا يمل تكراره بكثرة ترداد صلى الله عليه. حيث أبرز من عالم الإحسان صورة هذا الإنسان، ليتشرف بوجود الثقلين وتنتشر أسراره في الأكوان. فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلب سرور قد تولى بحبيب عم الألام نوالا صلى الله عليه. جل ما شرف بالوجود بنور، غمر الكون بهجة وجمالا صلى الله عليه. قد ترقى في الحسن أعلى مقام، وتناهي في المجد وتعالى، لاحظته العيون فيما اجتله، بشرا كاملا يزيح الضلال صلى الله عليه. ومن فوق علمي ما قد رأت رفعة في شؤونه وكمالا، فسبحان الذي أبرز من حضنة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان، ويحاول تعقل معاني الجلال صلى الله عليه. انتشر منه في عالم البطون والدهور ما ملأ الوجود حلقي النور، فتبارك الله من إله كريم، بشرتنا آياته في ذكر الحكيم، ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى يا حنان يا منان يا قديم الإحسان، بحر عيون لجمليان
اسجد لنا بالغفران يا حداد يا بلاد يا قديم الإحسان بحر وجود لجمال يا الإنسان أبدى سوء إن غزيان من ذغلون بوحدان غائب إن الغذبان نزدك فيه ربنا نزدر ذيه وأهلنا ذهل فيه يا رجاء أهل الإيمان يا حنان يا منان يا قديم الإحسان صلى الله على محمد فهرجو لجمليا يدنى بالغفران لا توحى يبرجي تحجب بك لهجي لغه يزال بهدهجي قائلا يا حنان يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر وجود لجمال يا جدنا بالغفران بالنبي والبدون للحدم سيدة للنسوان يا حداد يا بداد يا قديم الإحسان يا معدي بالعطاء لا تبدي جد لي هذا المحدي بالرضا
والغفران يا حنان يا منان يا قديم الإحسان نخرج بك مليان وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرفه بها اللسان أما تضمن الجنة من تصديقه بها والإذعان صلى الله عليه وسلم تسجدك في صدور من الإيمان قواعده وتعلو على أهل اليقين من شر ذلك الإذعان وتصديقه شواهده وأشهد أن شهيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرده ونفله عبد أرسل الله للعالمين باشرا ونذيرا فبلغ رسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمبشرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منتك تكرم الله بها على البشر فما عوساها من نعمة انتشر سرها في البحر والبحر صلى الله عليه اللهم صل وسلم بعجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحية وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية صلى الله عليه وبارك فيها في الحلعات الجمال وقام بحق ربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإكبار صلاة يتصل بها الروح المصلي عليه به فينبسط في قلبي نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بإنجات الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذي تقى صحبة المسجد بقربه وتفيع دلال الصراف الأصلي بوده وحبه ما عثر الأكوان بنثر ذكراهم نشيد اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم نفذ القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلق الفيدة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حول لوصف الكمال المطلق وحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأسلاب الكريمة والبطون فما من صرف ثم إلا وتمت عليه من الله النعمة فهو القمر التام الذي يتنقل في برجه ليتشرف بموطن استقراره وموطن خروجه وقد كدت الأقدار الأزلية بما كدت ودهرت من سير هذا النور مدهرت وخصصت به من خصصت فكان مستقره في الأسلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى أبرز في عالم شهادة بشرا لك البشر صلى الله عليه ونورا حير أفكار ظهور وبار فتعلقت همة راكب لهذه الحروف بأن يركم في هذا القوطاس ما ولديه من عجائب ذلك النور معروف
وإن كانت الأرسل لا تفي بعشر معشار أوصاف في ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خاص المؤمنين وترويها للمتعلقين بهذا النور المبين. وإلا فلا تعرف الأكرام عن شؤون خير الأنام ولكن الزني لا تدوين ما في ذوق.